محمد زيري مندوب طبي ورئيس الجمعية المغربية للنهوض بالطفل والمرأة في وضعية صعبة. بالنسبة احنا ما توقفناش على العمل، بالعكس بقينا في الساحة يعني بأعمال خيرية. هو الأعمال الخيرية كنحاولوا ما أمكن بأننا ما نبانوش بها في الشاشة بيان سور ولا في الميديا ولا دونك. وهاد الثلاثة الأسابيع كان انتهاء ديال الوصل الإذاعي النهائي ديالنا ولا القانوني ديالنا، في انتظار إن شاء الله تجديد ديال المكتب باش نشتغلوا عاوتاني بيان سور بطريقة قانونية. صراحة السياسة إلا كانوا فيها بيان سور كانت كتحترم الضوابط الأخلاقية بيان سور والوطنية، لما لا زعما صراحة، لأن حتى السياسة راه كتشتغل المصلحة اسمها الوطن، وحنا أي حاجة اللي غادي تزيد بالوطن ديالنا القدام وهذا نرى الإشارة. إلا ما كانتش هاد الشي كاين وكانت مازال يعني تسير الأحزاب السياسية كما قبل، فأنا نرفض الرفض التام. وحنا خصنا نمشيو مع الخطى ديال صاحب الجلالة اللي هي التشبيب بيان سور وتجديد النخب، وبوكوا با إن شاء الله الرحمن الرحيم غنكونوا راه الإشارة للوطن ديالنا وراه الإشارة للمواطنين. إشاعة بالعكس خديتها عادي، يعني ضريبة النجاح هي هذه وضرورة غادي يتكلموا عليك بهذه الطريقة. وصراحة هذه إشاعة أثرت أكثر على العائلة ديالي والمقربين ديالي، والحمد لله واخا كاع تقاسيت، يعني أنا كنت قاسيت الحمد لله الواجب الوطني، ألوغ بالعكس يكون لي الشرف. الحمد لله الحمد لله خرجت التحاليل سلبية وحنا مازالين مستمرين بيان سور. صراحة العمل الجمعوي بمدينة فاس اللهم لك الحمد، هناك العديد من الجمعيات اللي كتشتغل وبينات تبارك الله على الطريقة ديال الشغل ديالها بيان سور بان على الأرضية. وصراحة ما نراه اليوم أن نتكلم على راسي ان كل الجمعيات هي ناقصه شويه ديال لي فورماسيون ولا بيان سور تاطير، لان بيان سور باش ملي كتكون جمعيه مأطره بطريقه قويه فهي كتواجد في الارضيه ديال الاشتغال قويه بالاشتغال ديالها، وهذا الشيء اللي كاين.